جماعه مش قادر اصدق ان انا اخيرا هجرب مشروب كنتاكي الجديد اللي عامل قلبان بره مصر. الراجل ده بيقول ان هو عمله نفسه بالظبط، جاب مكعبات تلج وطحنها في الخلاط وحط عليها ايس كريم بالفانيليا وفتفت عليها بقى الاوريو، وقال ان السر في ان احنا ما نحطش عليه لبن. وطبعا بما ان انا هبيض واجرب المشروب ده بقالي كتير جدا، فما صدقت ان انا لقيت وصفه ليه عشان اشوف فعلا هل هي نفس مشروب كنتاكي اللي عامل قلبان ولا ده مشروب عادي. وناخد منه مثلا 3 بول او حاجة ونتجابه في ايه الهبل ده. هجيب كيس اوريو 3 كتع وحطهم كلهم، بعد كده هنجيب كوب. طب هو غالبا الكمية كلها وقعت لان مش فاضل جوه غير لحسة. دي شفاطات جديدة انا جايبها. واو